ليش 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 اخاف؟ والله انا اخاف الوحده يا وحده يا روح طور لبسكم روح برا شوف العالم شو قاعد تشتغل الهومسك لا هومسك شنو هومسك انت وين عايش؟ حنين الى الوطن يا يا اخي هسه الوطن على راسي اروح يا اخي اروح اطور نفسي اروح العب ويا فرق الدوري الاوروبي الاتحاد الاوروبي ابطال اوروبا اروح اشوف الناس اروح اشوف التدريبات تخافون من التمارين؟ تخافون الساعه بالعشره تنامون ينوموكم صح ولا غلط؟ انا متاكد بالعشره تنام التزام مو بكيفك مو بكيفك تنام ب 12 بالوحده لا بالعشره تنام الصبح تقعد تمرين من يتحمل يا لاعب؟ من هو؟ نشيت اكرم السيلوف نشيت لعب اوروبا وانت ايش خيط لعب الدوري الهولندي السيلوف الساعه بيش تمرن؟ يقول رحت ثاني سوى الاختبار خمس ثواني بتقرا على اللاعبين باسلام الكره اعطي الكره اسلام الكره والطباس خمس ثواني هي لازم ثانيتين يقول دخلوني دوره ثلاث شهور من خمس ثواني ارجع بثانيتين الكره عندي رسم واحد واثنين سرعه القرار سرعه القرار اتخاذ القرار يقول اقل من ثلاث شهور صرت بثانيتين وياهم انت وين قاعد علي؟ احنا لاعبنا اللي قاعد ب 12 بثلاثه ماكو ايش اشتغلوا على نفسكم هاي القاعات شوف 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 اللاعب الاوروبي خلص الدوري نطلع من موضوعنا بس هي كلها كرة قدم خلص خلص دوري يروح اجازه للبيت يروح ما ادري وين يطلع الاهلي يروح المنهاج وياه يا علي انت رحت هذا منهاجك تجيني بالاعداد اسوي لك تيست اختبار 50% 50% جوال 50 تتغرم جوال 50 عدد تغرم انا ما بدي اياك من الصفر ما بدي اياك من 20 ب 30 بدي اياك من 50 على مود اسبوعين ثلاثه انا واصل 70 وضعك جيد ما بدك من الصفر جيد هسه هو جلد الذات مهم وانتقاد اللاعبين في سلبيات بس احنا خلينا نكون صريحين ترى مو بس اللاعب عنده اخطاء حتى مدربين عندهم جمله من الاخطاء مدربين والانديه المدرب اللي ما عنده تجربه حقيقيه ويجي يقول اني اعمل مساعد مع فلان لو من يستلم زميله يروح يحاربه ويسقطه ويقدم عروض حتى يدرب كابتن سعد مساعد قال مساعد انت شفت مساعد قال ولا شفته ولا ما شفته صحيح يروح عليه يروح عليه وقف ايده يروح عليه بالسيتي صح يروح عليه يروح عليه قاعد يمه هو يقول لي يسوي لك شيء مو عيب تشتغل المدرب اقل منك بالعمر هنا مو هنا نادي جماهيري ثلاث ايام المدرب المساعد اشتغل صح فازوا ثلاث مباريات شويه حبوا اللاعبين والجمهور طنقروا يا المدرب طلعه صحيح كابتن سعد هاي حقيقتنا بالمدربين وباللاعبين يا دكتور بس خليني اكمل هاي المشكله أكمل هاي المفاضله يعني انا سباش يجيني واحد تعال اشتغل ليش هو يجي ليش ليش يجي عليه؟ ليش اقول الدكتور عدنان؟ دكتور اردك وياي ليش؟ ليش شو السبب؟ اي ترى به الكفاءه استفاد من عنده طبعا يزيد لي يزيد لي يزيد لي يزيد لي يزيد لي يعني اذا فزنا باش عقبه دوري او كاس او بطوله كنا اخذنا كاس والله تحدى 90% من المدربين العراق ان يجيبون مساعد احسن منهم تتفق وياي؟ اكيد شوف علي هسه احنا نتحدث عن امور اللي احنا قلنا عليها تقاسم الادوار كل واحد له دوره الفريق مشاركة القرار مشاركة عندما يكون هذا الأمر موجود أكيد راح ننجح لأن اليوم أنت إذا تشوف استاف أي فريق حتى الدول العربية الآن بدوي يعني نتحدث الآن عن تجربة السعودية ترى هو يقول لك ليش هذا